مرحبا يا جماعة، كيفكم؟ إن شاء الله بخير. إيش رأيك يا عبود ومهدي نفتح لكم اليوم حصالاتكم ونشوف إيش قد الغلة؟ إذا الغلة، اسمع، إذا الغلة كويسة بقلبها أخذكم على الملاهي لعبكم بيها، وإذا الغلة مو الحاس على العيد، باقي 3 أيام للعيد نفتحها نشوف الغلة. إذا الغلة كويسة نأخذكم على الملاهي ونلعبكم بيها، مو كويسة الغلة ما أخذكم لا على الملاهي ولا لعبكم. شوف الغلة شلون قلة، والله باين عليها نتقال تقال يا جماعة. إيش رأيكم عبوش قد يطلع بيه الوحدة؟ أيمة تبلشوا يحطون برمضان، أول رمضان بلشوا يحطون بيه، بس كل يوم يشلحوني كل شيء فراطة وكل شيء هاي يحطونه بيه يا جماعة. كل يوم من أفوت على البيت مثلا أروح أجيب أغراض للبيت أو شيء، أرجع على البيت يقولون لي يلا طلع جزدانك، طلع جزدانك شبيه فراطة شبيه خمسات عشرات، يأخذونها مني. فالحز بدنا نفتحهن مع بعض وبدنا نشوف إيش قد بيهن مصاري. تمام، راح نفتح واحدة واحدة. أول شيء هنيدي، أول شيء هنيدي مهدي من صغير وإحنا طالعين. تمام الحز يا عبود ومهدي، ما شفتوا تأخذون مني المصاري؟ معناها الحصالات لي. يعني انت عزيز كبير؟ يعني عزيز كبير. خيو اقاسمكم كل واحد نص. لا يعني مثلا هاي الحصاله لما المهدي مو هو ياخذ نص المصاري وانا اخذ نص المصاري. لا لا لا. يلا يلا خلينا نفتح هناك مهدي. بسم الله. والحز غيرنا القعده عشان يبين الضوء. والحز غمض عيونك يا مهدي، غمض عيونك، غمض عيونك. بسم الله. ابو ابو شوف، وقف مو هيك. يشتري بيها سيارة. يشتري سيارة ايش؟ سيارة كبيرة مو صغيرة. يشتري سيارة، ما يشترن له بوصاية. هات له العد. والله زنقيل مهدي ما شاء الله. شنو انت؟ والله جمال زنقيل. زنقيل يلعب بالدولار. هذا شنو هذا؟ درار. مو درار، هذا تركي. هذا عاز مثل ضب ضب معي انت، ضب الخمسات هيك، ضب الخمسات هيك وانا ضب العشرات. يلا ايوه ايوه، هاك هاي خمسات. انا عدد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اوه شوف والله زنقيل مهدي، زنقيل يا جماعه. 7 7 8 زنقيل ابوه. اقعد لك هسه. هذا هذا قولي هدول. انا سمعت اخذ من عندي هاي. تمام بدي احطهم هنا. خلصت ثاني عشرات. بدنا نشوف اي حصاله بيها اكثر، حصاله مهدي ولا حصاله عبوده؟ حصاله اكثر من عبوده. شوفوا يا جماعه. شوفوا ايش قد. 80 ما شاء الله. 85. هاي حصالة مهدي. اكمش. وقف وقف ها اكمش. خليها بيدك. خليني اعدل لك هذنا. 2 4 6 8 10 دقيق. 12 14 16 18 20 22. لك لا تزد. 22 24 26 28 30 32 32 ليرة. 32 هات العدد. 32 مو 34 34 سيب حصالتي وافتح. افتح لنا. افتح. 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200 220 225 وهناك 30 200
وخمسة وخمسين. مئتين وخمسة وخمسين تساوي 259. مصريات مهدي طلعا 260 ليرة تقريبا. يا مهدي لعبنا كيش فتلتين بالملاهي وبس. لا قفل 24. مظبوط مظبوط، لعبنا نهار كامل بالملاهي. حلو. هاي مصريات مهدي، خليها حصالتكين يا يا مهدي، وخلينا نفتح من حصالة عبيدة لنشوف اي حصالة بيها اكتر. لنشوف اللي حصلته اكتر معناها كان يسرق مني مصاري. مظبوط، لانه انا كنت اعطيكم مثلا اعطيك لا 10 ولك 10 هيك، ما حصير اعطيكم بالتعادل، معناها انت سارق. اذا هنيتك اكتر معناها انت سارق. غمض عيونك. تحكي تحكي سيفي. مبين من العشرينات انك سارق، مبين من العشرينات انك سارق. نص راح افرجيك ابو كم 20 24 داحك. ادق ادق صف هذا، صف الخمسات. ما دي لا تلعب لا تبعد، بدك تبوق انت سراق حرامي. لا بس انا اشوف ايش حط بايق 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 الزبايق بدي اخذهم كلهم منه. والله بايق لانه عند اكثر مني. مهدي 260 مو؟ باين انه اكثر مصريات عبودة اكثر، باين هيك هيك باين علي. سارق يا حيوان. سارق يا حيوان. وقف اضغط بعد غادي يا مهدي. ايدك ايدك ايدكم ايدك لنعدها لنا تمام، بس لنعدها نوقف. اثنين اربعة اربعة ستة، بس ايدك دقيقة. ستة ثمانية عشرة 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30. هاي خمس ليرات، هاي سواها خمسة. خمسة وثلاثين مسويها عشرة. خمسة وثلاثين لا خمسة وثلاثين 36 37 38 39 40 45 46 47 ليرة. أبوه هذان أكثر من نيات مني 47 ليرة. حلو. اثنين أربعة ستة ثمانية تسعة عشرة 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28 285 و 45 47 تمام. شو بدنا بالليرتين الفراطة؟ 290 330. من أين لك هذا يا حبيبي؟ من أين لك هذا؟ طلع منك يا بابا. تعرف؟ طلع غالبك وعنده أكثر منك مصاري. لا سارق من عندي الحيوان. سارق من عندك؟ طول بالك طول بالك. منين سارق يا عبودي قول لي؟ والله ما سارق. ما سرقت من حدا؟ لا والله. عجل شلون هذن نياتك اكثر من نيات مهدي؟ والله لكن انا صرت راكب الارض ولكن ليرات
كتير. سبحان الله ملاقي بالارض، سبحان الله ملاقي بالارض. شنتاي تجزر شنت ياخذون منكم فراطه. حلو حلو حلو، معناها اني يوم العيد اخذكم على الملاهي، اني ما راح ادفع ولا ليره، تمام؟ ما راح ادفع ولا ليره، انتم راح تدفعون، تمام؟ هاي مصاريكم وانت مصاريك هين يا مهدي. تمام؟ كان يروحان عني. وباكر انا العبكم بالملاهي. تمام؟ ما لي علاقه، ما ادفع ها؟ انتم بدكم تدفعون. 200 يعني ايش؟ تقريبا شي 500 ليره. شبي؟ مصاري لك حتى تدفع. بدك مصاريني؟ مصاريني جوا. بده مصاريني مشان يدفع. طبعا يا جماعة شفتوا مهدي وعبودة زناقيل ما شاء الله داحق قاعد يلعب بالمصاري ما شاء الله. أنا دائما دائما أقول يا رب مهدي يلعب بالمصاري، لحتى صرت تلعب بالمصاري شوف. ما شاء الله. وعبودة ما شاء الله يلعب بالمصاري. وانا دائما اقول يا رب عبود يلعب بالمصاري لعب داحق لحتى هي يلعب. سلام. شوف شوف سوي لي اياها على السوا. حط هنيتك على هنيه عبود داحق ما شاء الله. شايفين هذه لي يا جلاد بس خلص انت وخذه هذا وانا اخذ هذا. شنو انت و... انت و... خذ انت وخذ و... مصارينا ما بدنا مصارينا. مصارينك جوا ببطنك مصارينا. لا مصرياتنا جوا. ايه تمام خذ هذن هذن هنياتك. هذه هي هنياتك هاي المهنة. العبوا بهذن خشخشه وهيك. اسمع هاي خشخشه وفيها العبوا بهم وانا اخذ هذن. مصاريني هذا مصاريني والله مصاريني. سنكلين هذا مصاريني. لك مصاريني. لا مصاريني. مصاريني ها شوف. خلاص هاكم مصرياتكم. تمام انتوا وياه. ايش منا اياهم؟ راح اقسم لكم اياهم. هذنا لإلي. هذنا العبوده. وهذنا المهدي. واني يوم والله هذنا لك. والله هذنا لك. والله لك لا ما خلينا. والله لك والله هاك هاك. اسمع بس يوم العيد ما لي علاقه اذا خلصان ما لعبكم زياده ها ما اعطيكم من عندي ايش عليه. وطبعا يا جماعه عدينا مصريات عبوده طلعنا اكثر من مصريات مهدي. ما اعرف عبوده انه سارق مو سارق ما اعرف. بابا سمي القناه يوميات عبوده ومهدي السلكيلين. ايوه نسمي القناة يوميات عبودة ومهدي الزناقيل. ايه صب بس انت من لك المصاري زيادة ما اعرف صب هنا. بابا سمي القناة مريومة. اسم مريومة؟ مريومة احلى من اسم يوميات عبودة ومهدي. اي والله احلى من يوميات عبودة. خلاص صب هنا. طبعا يا جماعة لهين وصلنا لنهاية الفيديو. اتمنى يكون اعجابكم. اتمنى يكون نال اعجابكم. لا تنسونا باللايك بالاشتراك تحت الجرس. شوفوا مين عنده اكثر. والله انت اكثر.